بسم الله الرحمن الرحيم. الطلبة الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذا الفيديو القصير راح بحاول أني أوضح لكم بعض النقاط المتعلقة بملف الوورد. كتير تلقيت منكم ملفات عبر مودل بخصوص الواجبات والمهام اللي بكلفكم فيها، لكن للأسف كتير منكم توضح لي من خلال ما قرأت في ملفاتهم أنه لا يجيدون التعامل مع برامج الأوفيس بشكل عام، وحتى مع الوورد بشكل خاص. حتى الذين استطاعوا أن يكتبوا لي عبر ملف بصيغة وورد لم تكن كتابتهم يعني بالشكل اللائق، النصوص كانت غير مضبوطة، الملف بشكل عام بالداخل غير مرتب، كتير منهم بيعرفوش كيف يقوموا بتهميش مراجع، حتى استخدامهم للخطوط كان استخدام خاطئ. بدنا نحاول من خلال هذا الفيديو انه نعمل نموذج، اني انا في هذه اللحظة بدي اقوم بانشاء اول شيء ملف وورد بهذا الشكل. اول حاجة قبل ما ترسل لي الملف بصيغة بغير مسمى او بكون اسمه مايكروسوفت اوفيس وورد ملف جديد، روح سميه باسمك وليكن عندي النشاط القانون الدولي العام مثلا، بعد هيك بسمي النشاط الموجود عندي وليكن نشاط رقم 1، ثم اسمي بحط ماهر مسعود وليكن، ثم بعد ذلك بأفتح الملف عشان أبدأ شغلي. وليكن أنه المحاضر أو الدكتور طلب مني أني أتكلم عن موضوع مثلا مصادر القانون الدولي العام، إيش أبدأ ايش اعمل في هذه الاحوال؟ اول حاجة بدي اعمل العنوان عشان يكون شغلي منظره لائق، بروح من الايقونة الموجودة هنا مسمى توسيط، بضغط عليها، بكبر الخط لنمرة 14 لانه هو الخط الغالبا المستخدمه في المتن، ثم بغير الخط، وغالبا احنا بنستخدم في يعني العناوين نستخدم خطوط جميلة، لو مش موجودة بتحاول تنزلها عن طريق الانترنت، لو ما زبطش معك وبنزل لكم فيديو كيف احمل خط. وليكن انا بدي استخدم خط سلطان ميديم، بختاره وبكتب مثلا نشاط خاص بمساق قانون دولي عام 1. النشاط بتعلق بمصادر القانون الدولي العام، ثم بعد ذلك بحط اسم الباحث، اعداد مثلا الطالب مثلا ماهر مسعود، ماهر أسامة مسعود، كل واحد يفتخر باسم أبيه، ثم بعد ذلك بنكتب إشراف الدكتور اللي طلب منك الموضوع، وليكن إشراف الدكتور يوسف الغرباوي مثلا. ثم بعد ذلك بأنتقل إلى كتابة المضمون. الآن أنا عندي المؤشر بالنص، بدي أنقله ناحية اليسار، بدي أتكلم عن مصادر القانون الدولي العام، فبدي أفترض أني أنا كتبت العبارة الآتية، كانت العبارة موجودة في بالي يعني، بس أنا اختصارا كتبت هذا الكلام، اعتبرني أنا كتبته. هو للوهلة الأولى راح يكون شكله غير منضبط بالشكل هذا، أول ما أنا كتبت العبارات كانت بالشكل هذا، لاحظ أنه بالنسبة للطرف هنا والطرف هنا مش جايين على نفس النسق والترتيب، فأنا كيف بدي أرتب شغلي؟ بروح بضغط ضغطة طويلة أو بحدد كل هذا الكلام بالماوس، ثم بذهب إلى هذه الأيقونة بضغط عليها، في عندي كلمة ضبط، بعمل ضبط، لاحظ إيش صار في النص، انعدل تماما. وليكن أنا كتبت لقد حددت المادة 38 بفقرتيها من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية مصادر القانون الدولي العام في إطار حديث عن القانون واجب التطبيق إلى آخره. بما أني ذكرت مادة مثلا، بدي أكتب نص المادة، بنزل تحت وبروح بدور عن طريق الانترنت على المعاهدة او على النظام الداخلي المتعلق بمحكمة العدل الدولية، بدي افترض اني انا بحثت عنه ووجدت هذا النظام عن طريق الانترنت مثلا،
وجدت النظام الداخلي أو النظام الأساسي لمحكمة العدل، بدي أدور على المادة 38. بدل ما أخذ وقت وأنا بعمل سكرولينج بالماوس، بضغط على كنترول F وبضغط المادة 38 مثلا، فهو بمجرد ما أضغط على المادة على 38 هنا على انتر حيطلع لي المادة 38. هذا النص هو اللي بيلزمني فبدي أخده. باجي بحدد النص، بعمل له نسخ، ثم بعمل لصق هنا. لاحظ الشكل غير منضبط، كتير طلاب بروحوا بيسلموه بالشكل هذا. ما عليك إلا إنه تروح تحدد كل النص. بتروح هنا بتلاقي في عندك أيقونتين، هذه الأيقونة معناته اتجاه الكلام من اليسار إلى اليمين كاللغة الإنجليزية، فبتلاحظ إنه النص هنا جاي كأنه لغة إنجليزية، بحوله للغة عربية من اليمين إلى اليسار، صار عندي الشكل مظبوط. الآن الخط بدي أوحده مع الخط اللي فوق، الخط غالبا هو تايمز نيو رومان كالخط اللي فوق، فبستخدم تايمز نيو رومان، بعلم الكلام اللي بدي إياه، بعمل على خط سمبليفايد أرابيك زي الخط اللي فوق بالضبط، وبعمل أوحد الخط، إذا كان هذا 14 لازم يكون هذا 14، فنفس الشيء بحدده وبعمل خط 14، وهنا نفس الإشي خط 14. لاحظ هنا اللون اسود، هنا اللون فاتح شوية، بروح بعلمه كمان، وعلى خانة اللون هنا بضغط دائرة بحط تلقائي اسود، بعدل هذا الرقم عفوا الموجود هنا. بس طالما انه يا جماعة انا بتكلم عن مادة فلازم احطها بين علامات تنصيص، على اعتبار اني انا نقلتها بالنقطة والفاصلة زي ما هي. الآن بدي أفترض إنه أنا بدي أكمل الحديث، في عندي مصدر تاني وليكن عندي كتاب أنا كنت منزله عن طريق الإنترنت، كتاب اسمه القانون الدولي العام، مبادئ القانون الدولي العام للدكتور اسمه طالب رشيد ياكتكار، فبدي أدور على ما يخص موضوع مصادر القانون الدولي العام في هذا الكتاب عشان أخذها وأعتمده كمرجع. بروح على مصادر القانون الدولي العام، وليكن انه مصادر القانون الدولي العام صفحة 70 هنا، لانه طبعا الملف جاي بصفحتين فانا غالبا حلاقيه في صفحة 30 او ممكن تكون 37. المهم هي صفحة 70 وصلتها، في عندي كلام هنا تعتبر المعاهدات الدولية اهم مصادر القانون الدولي اليوم. بدي اكتب العبارة واخذ الكلام من هذا الكتاب كمرجع. أول حاجة لازم تعرفها أنه مسألة النسخ لصق ممنوعة وتعتبر نوع من أنواع السرقة، حتى لو بدي أخذ الكلام زي ما هو وحط اسم الدكتور اللي أخذت منه، يجب أن أخذها وغير في صياغتها ثم بعملها كمرجع. بمعنى تعتبر المعاهدات الدولية من أهم مصادر القانون الدولي العام اليوم، بروح بكتب يمكن القول أن المعاهدات الدولية هي من أهم مصادر القانون الدولي في يومنا الحالي مثلا أو في عصرنا الحالي. لاحظ غيرت الصياغة تماما، لكن أنا أخذتها من وين الفكرة؟ من كتاب طالب رشيد يدكار اللي هو صفحة 70. بروح باخذ البيانات من اسم الكتاب اللي هو حتلاقيها غالبا في الغلاف هنا، أي البيانات مذكورة. كيف بدي أعمل هامش؟ بضغط على آخر السطر اللي أنا بدي أهمشه، بروح على حاجة اسمها كلمة مراجع، إدراج حاشية سفلية، وبكتب اسم الكتاب أو الدكتور طالب رشيد يدكار. طبعا مش مطلوب منك تكتب دكتور أو الصفة. بعدين بكتب اسم الكتاب القانون الدولي العام مثلا حسب ما هو وارد في الغلاف، ثم بكتب الطبعة وليكن الطبعة الأولى تمام، ثم بعد ذلك بدي أكتب مطبعة مين، ثم بكتب البلد العراق مثلا، ثم بكتب السنة وليكن 2011 على سبيل المثال، صفحة 70 نقطة. هيك بكون أنا عملت